بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم، وحلقة الترند من نهاية هذا الأسبوع للتأكيد هنتكلم فيها النهاردة عن أمور عديدة ومختلفة. أولا هنتكلم على يعني مباراة الأهلي مع سلق المغربي اليوم في الدور نصف النهائي لكرة السلة في البطولة العربية اللي تقام في قطر، مباراة مهمة جدا، خطوة على الوصول للمباراة النهائية. كل التوفيق يا رب لرجال النادي الاهلي لكره السله في تخطي فريق سلق المغربي. المباراه النهارده ان شاء الله الساعه 6:30 بتوقيت القاهره، هتتلعب على صاله نادي الغرافه، ونتمنى نشوف حضور جماهيري مميز لجماهير النادي الاهلي كما حدث في المباريات الاخيره، لان جماهير الاهلي صنعت الحدث في كل مباريات البطوله العربيه منذ ان انطلقت البطوله حتى اليوم من خلال تواجد جماهيري كبير جدا في كل مباريات النادي الاهلي في كاس البطوله العربيه. فكل التوفيق يا رب لرجال سلة الأهلي في مباراة سلق المغربي اليوم في الدور نصف النهائي للبطولة العربية. كمان هنتكلم النهاردة على منتخبنا الوطني، بكرة إن شاء الله أولى المباريات في الأجندة الدولية الخاصة بشهر أكتوبر، مباراة مع منتخب زامبيا، هتتلعب المباراة الساعة 7 بتوقيت القاهرة، وعقب المباراة الساعة 10 بتوقيت القاهرة قرعة كأس أمم إفريقيا، البطولة اللي هتقام في الكوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 14 فبراير من الشهر أو من العام المقبل. بطولة مهمة جدا، القرعة بكرة، القرعة فيها كلام كتير، التصنيفات أكيد هيبقى فيها مستويات قوية جدا، فهنلقي الضوء على القرعة. كمان هنتكلم على اجتماع لجنة التخطيط مع الكابتن محمود الخطيب، وقبل كل شيء بنقول للكابتن محمود الخطيب حمد لله على السلامة، على طول رجع القاهرة، بدأ الاجتماعات، عمل اجتماعات، النهاردة اجتماع مجلس إدارة، فتفاصيل كتيرة النهاردة هنتكلم عليها خاصة بعد إجراء تعديلات وتعيين الكابتن محمد شوقي نائبا للمدير الفني لقطاع الناشئين. حاله فيها كواليس كتيره، تفاصيل مهمه، وكمان هنلقي الضوء بسرعه كده واحنا بنتكلم على السوبر ليج، لان عندنا تفاصيل مهمه جدا تتعلق بتاكيد مشاركه صن داونز في البطوله اللي هتنطلق الجمعه بعد القادم باذن الله بلقاء الافتتاح ما بين سيمبا التنزاني والاهلي في دار السلام. طيب عموما نبدا حلقتنا بسؤال حلقه النهارده، وبما اننا هنتكلم على قرعه منتخبنا في امم افريقيا في الكوت ديفوار، فعايز اعرف توقعات حضراتكم لمجموعه منتخب مصر قبل اجراء القرعه غدا. تقدروا تشاركوا معنا في الاجابه على السؤال من خلال صفحات القناه على السوشيال ميديا، وفي الجزء الاخير هستعرض اكبر قدر من توقعاتكم على مجموعه منتخب مصر. هل مصر ممكن يكون معاها نيجيريا؟ هل ممكن يجي الكاميرون مش نيجيريا؟ هل ممكن يجي غانا؟ التصنيفات فيها مستويات قويه جدا، التصنيف الثالث في جنوب افريقيا، التصنيف الرابع في تنزانيا، في انجولا. عموما عندي فقره مهمه جدا عن التصنيف وعن القرعه هنتكلم فيها النهارده باستفاضه، لكن المهم تشاركوا معانا وتقولوا توقعاتكم لمجموعه منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه. بسرعه نروح لاهم العناوين. في الترند الاهلي، الاهلي يدرس وضع لائحه تحفيزيه للاعبين في السوبر ليج. وفي الترند المحلي، غدا قرعه كاس الامم الافريقيه. وفي الترند العالمي، 31 أكتوبر آخر موعد لطلب استضافة مونديال 2034. تفاصيل أكتر وكواليس وأخبار كل ده بعد الفاصل في برنامج أو في فقرة ترند الترند. أهلا بحضراتكم من جديد. قبل الدخول في أي تفاصيل، الحمد لله على سلامة الكابتن محمود الخطيب، عاد إلى القاهرة منذ حوالي يومين ثلاثة، اطمأنين على حالته وعلى طول نزل وعمل اجتماعات. أول حاجة راح مدينة نصر، عمل اجتماع مع لجنة التخطيط، عمل اجتماع مع إدارة قطاع الناشئين بحضور الكابتن بدر رجب المدير الفني للقطاع والكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وعلى طول شافوا بقى إيه اللي محتاجه القطاع خلال الفترة اللي جاية. كمان بالمناسبة عايز أقول يعني أتمنى الشفاء العاجل يا رب بإذن الله للكابتن بدر رجب، يمكن الفترة الحالية بيمر بوعكة صحية، ولكن رغم ذلك الراجل حريص جدا ان يكون موجود في ملاعب النادي الاهلي في مدينه نصر، بيحرص دايما يكون موجود في الاجتماعات، الاجتماع بالمدربين، التحضير لمباريات القطاع الناشئين في المراحل السنيه المختلفه. فامل الف مليون سلامه كمان على الكابتن بدر رجب اللي تعرض لوعكه صحيه كده في الفتره الاخيره. عموما كابتن محمود الخطيب كان حريص ان هو يعمل اجتماعات مهمه جدا في مدينه نصر امبارح، وشفنا حتى بعض الصور الخاصة بالاجتماع بحضور لجنة التخطيط، بحضور الكابتن بدر رجب، بحضور الكابتن وليد سليمان، في حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة والمنسق ما بين مجلس الإدارة ولجنة التخطيط وقطاع الكورة، عشان يشوف القطاع إيه الاحتياجات اللي محتاجها القطاع خلال الفترة اللي جاية. كمان النهاردة على فكرة برضو مجلس الإدارة بيعقد عديد
من الاجتماعات عشان يبحثوا بعض الامور وبعض البنود المهمه جدا خلال الفتره اللي جايه، ولكن ان شاء الله الفتره الجايه هيكون في بعض الامور اللي هتسعد جماهير النادي الاهلي على المستوى الانشائي وعلى المستوى الاداري وعلى المستوى التنظيم الخاص بفريق الكره والاستحقاقات القادمه لفريق الكره في الفتره اللي جايه، مع قرب مشاركه الاهلي في اهم حدثين على مستوى العالم على فكره، الدوري الافريقي السوبر ليج وكاس العالم للانديه. عموما النهارده وبعد الاجتماعات اللي عقدت بالامس، كابتن محمود الخطيب قرر بصفته رئيس النادي والمشرف على الكره عقب اجتماع اليوم ايضا مع لجنه التخطيط برئاسه الكابتن محسن صالح وعضويه الكابتن زكريا ناصف وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره، تعيين الكابتن محمد شوقي نائبا للكابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين. جاء هذا القرار في اطار تدعيم القطاع بالكوادر الفنيه المؤهله في ظل تعدد المهام التي تحتاج الى جهود كبيره. وقع الاختيار على الكابتن محمد شوقي نظرا لما يملكه من سيره ذاتيه متميزه وتمتعه بكفاءه عاليه وشهادات تدريبيه ومقومات شخصيه تساعد على افراز المواهب، فضلا عن تاريخه الكبير مع الاهلي وتحقيقه العديد من الانجازات عندما كان لاعبا على المستويين المحلي والقاري. مبروك للكابتن محمد شوقي، كل التوفيق ليه يا رب ان شاء الله في المرحله اللي جايه. محمد شوقي يا جماعه فترة طويلة جدا خد خبرات كبيرة جدا من العمل في المنتخب الأولمبي والعمل في المنتخب الأول مع البرتغالي كارلوس ساكيروش اللي تولى تدريب منتخبنا في كأس الأمم في الكاميرون والوصول للمباراة النهائية، ولولا الحظ يعني وركلات الجزاء الترجيحية هي اللي رجحت كفة السنغال على منتخبنا الوطني. فشوقي عنده خبرات كبيرة ده على المستوى التدريبي لأنه اشتغل في المنتخب الأولمبي، اشتغل في المنتخب الأول، فدوره كمدرب في المنتخب الأولمبي مع كابتن شوقي غريب في أولمبياد طوكيو كانت فرصة كويسة ان الكابتن شوقي يعرف البراعم وقطاعات الناشئين بتشتغل ازاي، اللعيبة مقوماتها ايه، ممكن يقدم ايه. فاعتقد الخبرات اللي خدها من خلال عمله في المنتخبات اكيد هتبقى اضافة قوية جدا في عمله مع في قطاع الناشئين مع الكابتن بدر رجب المدير الفني للقطاع. وخبرات شوقي اعتقد كمان على المستوى الفني كلاعب، لعب مع منتخبنا الوطني في احداث كبيرة وكان من الجيل الذهبي اللي أحرز مع منتخبنا أكثر من بطولة إفريقية، لعب كأس عالم للقارات، لعب مع النادي الأهلي بطولات إفريقية على مستويات كبيرة جدا، لعب مع الأهلي كأس عالم أندية. فلو بتحط السي في والسيرة الذاتية لمحمد شوقي، لا الكفة بتاعته هتبقى كبيرة جدا، أو كفة يعني بترجح وجوده على مستويات كبيرة جدا نظرا لما يملكه من خبرات كبيرة سواء على مستوى الخبرات كلاعب أو حتى لما اشتغل كمدرب. فنتمنى يا رب يكون إضافة قوية لقطاع الناشئين مع الكابتن بدر رجب خلال الفترة اللي جاية. الاجتماعات مستمرة بخصوص الفريق الأول كمان، الفريق الأول على فكرة يمكن امبارح كان الكابتن خالد بيبو والكابتن سمير عدلي موجودين في السعودية في ورشة عمل مع كل الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية. كل نادي مشارك في البطولة بيجي يحضر يشوف ملعب المباراة، ملعب التدريب، فندق الإقامة، التنقلات، كل الأمور اللوجستية المتعلقة بالمشاركة في كأس العالم في المملكة العربية السعودية وتحديدا في مدينة جدة بتعرض خلال 48 ساعة الجارية على كل المسؤولين الإداريين المسؤولين عن فرقهم اللي هيشاركوا في كأس العالم في الفترة من 12 حتى 22 من شهر ديسمبر المقبل. وأولى مباريات الأهلي هتكون يوم 15 ديسمبر مع الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي. مش محتاجين نتكلم طبعا على الإمكانيات اللي موجودة في المملكه العربيه السعوديه، امكانيات رائعه جدا، ملعب الجوهره المشعه، الاستاد اللي هتتلعب عليه اولى مباريات الاهلي يوم 15/12 ملعب مميز جدا، ملعب رائع جدا في مدينه جده، ملاعب التدريب كمان ملاعب مميزه. السعوديه بتقدم نفسها بدري عشان استضافه كاس العالم، خاصه ان هي اعلنت رسميا ان هي هتترشح لاستضافه حدث كاس العالم في عام 2034. نتمنى التوفيق يا رب للاشقاء في المملكه، كمان على المستوى الجماهيري في اقبال كبير جدا من الجماهير على التذاكر، لكن مع قرب موعد البطوله اكيد هنتكلم عن تفاصيل اكتر في كاس العالم للانديه. طيب موضوع تاني وكان كثر الحديث فيه خلال الفتره الاخيره بخصوص الامور المتعلقه بالسوبر ليج، وناس كتيره كانت بتناقش فكره السوبر ليج، هل نادي ماموريدي سان داونز مش هيشارك ولا لا؟ واللي اتكتب في الصحف الجنوب افريقيه بخصوص موقف ماموريدي سان داونز عمل ارتباك شويه في المشهد، لان ناس كتيره اجزمت ان ماموريدي سان داونز مش هيشارك في البطوله، وناس راحت لما هو ابعد من ذلك وقالت لا ده ماموريدي سان داونز هيشارك بس بفريقين، فريق يلعب الدوري الافريقي وفريق تاني هيلعب في البطوله المحليه. انا جبت لكم الخبر اليقين إلى أن يتم إعلانه بشكل رسمي أو لم يتم إعلانه، أنا بقول لكم المعلومة الرسمية. تأكد رسميا
تأكد رسمياً أن رابطة الدوري في جنوب إفريقيا منحت نادي صن داونز الموافقة الرسمية على المشاركة في مسابقة الدوري الإفريقي لكرة القدم في البطولة التي تنطلق من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر. طيب بعد موافقة الرابطة هل في مشكلة تانية؟ لا مفيش مشكلة تانية، خلاص حسم الأمر وتقرر رسميا مشاركة ماموليدي صن داونز، ولقاء الافتتاح بالنسبة له هيكون مع بيترو أتلتيكو في لواندا. بيترو أتلتيكو الأنجولي، المباراة الأولى هتكون في أنجولا يوم 21، ولقاء العودة هيكون في بريتوريا على ملعب لوفتس يوم 24 أكتوبر. وبالتالي ماموليدي صن داونز بيشارك في البطولة. وقبل كده من فترة كنت قلت لحضراتكم في قرار كان صدر من الاتحاد الإفريقي بدعم من الفيفا، إن هناك قرار فيما معناه إن أي نادي تم اعتماد مشاركته في الدوري الإفريقي لن يلعب مباريات في البطولة المحلية أثناء بطولة الدوري الإفريقي. يعني عنده مباراة يوم 21 وعنده مباراة يوم 24، ما يتحطلوش مباراة في الدوري 21 أو 24، ما يتحطلوش مباراة في الدوري يوم 21 أو 24. الحاجة التانية، طب هل ماموريدي صن داونز عنده مباريات خلال هذه الفترة لغاية نهاية الدوري الإفريقي؟ وارد جداً يتم عمل مباريات أو تسكين مباريات في الدوري لبطل جنوب إفريقيا، ولكن أثناء تواريخ وأجندة مباراة الدوري الإفريقي نادي صن داونز مش هيلعب في الدوري. يعني يوم 21 لو عنده مباراة في الدوري هتتأجل، يوم 24 أكتوبر عنده مباراة في الدوري هتتأجل، وصل سيمي فاينال هيلعب الأهلي يوم 29 أكتوبر عنده مباراة في الدوري هتتأجل، لقاء الإياب في القاهرة 1 نوفمبر عنده مباراة في الدوري هتتأجل، لكن ما بين 1 نوفمبر و5 نوفمبر أو ما بين 24 أكتوبر ل 29 أكتوبر الرابطة حبت تحط مباريات ليه، ما فيش مشكلة، لكن ده الاتفاق وخلاص تأكد رسميا مشاركة نادي ماموليدي صن داونز في الدوري الإفريقي. وأنا قلت لحضراتكم قبل كده مع كامل احترامي للتقارير واللي اتكتب في الفترة الأخيرة، قلت يا جماعة نادي ماموليدي صن داونز مش هينسحب ولم يفكر في الانسحاب ولم تطلب الرابطة انسحابه من البطولة. كل دي كانت تقارير صحفية، البعض بيحاول يجتهد، ولكن انا قلت لكم انا هقول لكم المعلومه الاكيده في هذا الملف، وانتم شايفين على الشاشه طبعا الاستعراض الخاص بالفرق المشاركه وقرعه البطوله ومين هيواجه مين والتوقيتات والكلام ده. بالمناسبه على فكره ان شاء الله باذن الله نتخطى مباراه سيمبا التنزاني، واذا تاهل صن داونز وتخطى عقبه بيترو اتلتيكو الانجولي، هل تتخيلوا ان لقاء الذهاب بس، يعني الكل حادث الحديث، يعني ده لما يجي وقته هنتكلم عليه، بس يعني الامر بالشيء يذكر، يعني او الشيء بالشيء يذكر، ان الاهلي لو واجه صن داونز في الدور نصف النهائي مباراه الذهاب في جنوب افريقيا هتبقى بالليل، مباراه الذهاب في جنوب افريقيا هتبقى بالليل، لقاء العوده في القاهره هو اللي هيكون بالنهار. الايه معكوسه شويه، كنا دايما بنقول يا جماعه ليه بنلعب هناك الساعه 3 ملاعبهم بالليل، هم هيلعبونا بالليل، هيلعبونا الساعه 7 بتوقيت القاهره، لما يجي هم يلعبونا في القاهره هيلعبونا الساعه 5، هيلعبونا بالنهار. فالبطوله دي تحديدا فيها حاجات غريبه شويه، حتى لقاء الافتتاح سيمبا التنزاني يوم الجمعه اللي جايه، مش اللي جايه دي اللي بعدها، يعني 20 اكتوبر هنلعب هناك الساعه 6 مش الساعه 3 كما هو المعتاد، هنلعب الساعه 6 بتوقيت القاهره. طب لما نرجع هل ممكن نلعب 9؟ لا هنلعب الساعه 5، يعني قبل ميعاد فتره المساء عن ميعادهم هم بساعه، هناك هنلعبهم 6 هنا هنلعبهم 5، مش هنلعب 9 ولا 8، هنلعبهم الساعه 5. فمواعيد البطوله متغيره شويه، لما نقرب من التوقيت الشتوي بدل 6 و5 لا هتبقى 7 و4، سواء في السيمي فاينال او حتى في المباراه النهائيه. والقرعه الحمد لله اصفرت ان الاهلي ان شاء الله في كل دور في هذه البطوله لما يتاهل كل مباريات الاياب هتكون في القاهره، دور ربع النهائي مع سيمبا في القاهره، الدور نصف النهائي ان شاء الله في حاله تاهل الاياب في القاهره، الفاينال يوم 11 نوفمبر يا رب باذن الله في حاله تاهل الاياب هيكون في القاهره، فباذن الله ان شاء الله تكون كل المباريات في القاهره خلال الفتره اللي جايه، والفريق يصل الى محطه الختام او الى ختام هذه البطولة اللي نتمنى يا رب بإذن الله يكون فيها حضور جماهيري كامل العدد، في ظل إن في قرار رسمي تم إرساله من الشركة المديرة للبطولة إلى الاتحاد المصري بتختره بإقامة كل مباريات الأهلي في استاد القاهرة بالساعة الكاملة أيام 24 أكتوبر 1 نوفمبر 11 نوفمبر. الأمر محسوم، خطاب رسمي، اعتماد رسمي، وننتظر الفترة الجاية لما يتم الإعلان من قبل اتحاد الكرة والشركة الإيطالية. ده أمر كان متعلق بالسوبر ليج، عشان كل شويه بنقرب كده من ميعاد البطوله، والاسبوع اللي جاي ان شاء الله محضر لكم مفاجآت وهنعرض شويه امور متعلقه بهذه البطوله ما شفتهاش في اي حته، هيبقى كل ده من خلال شاشه قناه الاهلي وعبر برنامج الترند. اخر حاجه في فقره الاخبار والكواليس، بكره ان شاء الله قرعه منتخبنا، قرعه
كاس الامم الافريقيه لمنتخبنا الوطني. القرعه هتكون الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره. بكره مصر هتلعب مع زامبيا مباراه وديه في العين في الامارات الساعه 7. تخلص المباراه هيكون الحفل القرعه الساعه 10 بتوقيت القاهره. والبدايه هتكون بحفل فني، يعني هيكون في بعض العروض الفنيه من الكوت ديفوار، وهيكون في بعض نجوم الكرة الإفريقية تم دعوتهم لسحب القرعة، وفي نفس الوقت هيكون كل أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس الاتحاد الإفريقي موجودين في حفل افتتاح قرعة كأس الأمم الإفريقية. طيب قدامكم على الشاشة التصنيفات المتعلقة بالمنتخبات التي تأهلت، هيكون أربع تصنيفات. الوعاء الأول ده التصنيف الأول، منتخب صاحب الأرض الكوت ديفوار، منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب 7 مرات، المغرب، السنغال، تونس، ومنتخب الجزائر الفائز باللقب عام 2019. لما نروح للتصنيف الثاني اللي قدامكم على الشاشة، تصنيف قوي جدا. نيجيريا، الكاميرون، غانا، الكونغو الديمقراطية، مالي، بوركينا فاسو. بصوا يا جماعة على نيجيريا، واخدة البطولة 3 مرات. الكاميرون 5 مرات. غانا 4 مرات. الكونغو الديمقراطية 2 مرات. وكذلك منتخب مالي وبوركينا فاسو. يعني نتكلم على 3 و5 8 4 12 14 لقب قاري ما بين منتخبات التصنيف الثاني. دول منتخبات التصنيف الثاني. برضه خدوا بالكم التصنيف الاول كل المنتخبات المصنفه في التصنيف الاول يعني فازت بالبطوله. كوت ديفوار طبعا هي صاحبه الارض وهي في التصنيف الاول طبقا طبعا لان هي المستضيفه، ولكن مصر كسبت 7 مرات البطوله. المغرب كسبت البطوله مره سنه 76. السنغال مره. تونس مره. الجزائر مره. يعني انت ممكن تلاقي مثلا فرق التصنيف الثاني واخده البطوله اكتر من فرق التصنيف الاول. يمكن اللي مرجح فكره ان التصنيف الاول فيه حوالي 10 بطولات ان مصر واخده 7، لكن شوف التصنيف الاول والثاني عامل ازاي. فبالتاكيد هيكون اول وثاني المجموعه في كل مجموعه من المجموعات السته هتبقى مجموعات قويه جدا، او من المجموعات الاربعه لان كل مجموعه هتبقى فيها 6 منتخبات. طيب نروح للتصنيف الثالث. قدامكم منتخب جنوب افريقيا، كاب فيردي الراس الاخضر، منتخب زامبيا، وكذلك غينيا وغينيا الاستوائيه وموريتانيا. برضو التصنيف الثالث يعني جنوب افريقيا فازت باللقب 96، زامبيا فازت باللقب 2012، وموريتانيا يعني بصراحه بتشارك في الفترات الاخيره في كاس الامم كذا مره، دي المره الثانيه او الثالثه اعتقد، وفي الراس الاخضر وغينيا وغينيا الاستوائيه. نروح للتصنيف الرابع، يعني هي منتخبات لم يسبق لها الفوز بالبطولة ولكن وارد تعمل مفاجآت. أنجولا، غينيا بيساو، ناميبيا، موزمبيق، جامبيا، تنزانيا. فرق ليها باع في التصفيات الإفريقية بتعمل مفاجآت، ولكن واضح جدا أن البطولة هتبقى فيها مجموعات صعبة جدا جدا. أولا أنت بتتكلم على 4 تصنيفات هيتوزعوا على 6 مجموعات. 4 تصنيفات هيتوزعوا على 6 مجموعات. التصنيف الأول مثلا وليكن مصر، هتسحب كورة من التصنيف الثاني، هتسحب كورة من التصنيف الثالث، هتسحب كورة من التصنيف الرابع، أو ممكن يبدأ بالعكس، يبدأ بالتصنيف الرابع لغاية لما يوصل إلى التصنيف الأول، سواء كوت ديفوار، الجزائر، مصر، المغرب، تونس والسنغال. فواضح جدا إن هتبقى في مجموعة هي مجموعة الموت، واضح جدا. يعني هستعرض كل ده بالتفصيل، لكن المجموعات السنه دي هتبقى قويه في كاس الامم لان مفيش مفاجآت، كل المنتخبات القويه تاهلت الى هذه النسخه القادمه من الكوت ديفوار. طيب تفاصيل اكتر عن المنتخبات المشاركه بعد استعراض الفرق المشاركه وتصنيف المنتخبات ال24 ومين اللي ممكن تبقى مجموعه الموت، وهتبقى مجموعه الموت ازاي، مين يقع مع مين فتبقى هي المجموعه القويه والمجموعه الصعبه. كل ده بالتأكيد هستعرضه دلوقتي من خلال الكابتن أسامة عرابي نجم النادي الأهلي السابق والمدرب السابق في النادي الأهلي. كابتن أسامة مساء الفل ومنور الدنيا، أهلا بيك. مساء الفل يا محمد، أهلا وسهلا بيك وبالسادة المشاهدين. طيب استعرضت أنا مع حضرتك دلوقتي تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس الأمم، كلها منتخبات قوية، وارد جدا تكون في مجموعة قوية. ولنفترض مثلا أطرح معاك مثلا يعني الكوت ديفوار صاحبة الأرض، ممكن تلاقي في التصنيف الثاني معاها مثلا نيجيريا او الكاميرون، وتلاقي في التصنيف الثالث جنوب افريقيا. فتخيل مجموعه ممكن تكون الكوت ديفوار، نيجيريا، جنوب افريقيا. فالبطوله اكيد هتبقى بطوله قويه من الادوار التمهيديه، من ادوار المجموعات. مظبوط، طبعا منتخبات كتيره قويه، والاتحاد الدولي عشان كده في كاس العالم ابتدى او قرر ان ياخد 9 فرق من افريقيا،
القارة الإفريقية بقى فيه لعيبة كتير جدا بيلعبوا في أوروبا وكمان في أندية كبيرة في أوروبا يعني. حتى الفرق الصغيرة ابتدى يبقى ليها لعيبة محترفين كتير سواء في أوروبا سواء حتى في آسيا، فمنتشرين في دول أخرى في إفريقيا يعني. فالاحتراف برضو كتر عدد اللعيبة المحترفين في كل الفرق. في طبعا فرق ما زالت هي الفرق اللي مستحوذة على البطولات الإفريقية، مستحوذة على الوصول لكأس العالم، ومنهم 6 في التصنيف الأول اللي هم سهل العاج ومصر والمغرب وتونس والجزائر والسنغال، أكيد وآخرهم طبعا السنغال حاملة اللقب. المجموعة الثانية فيها برضو 3 فرق من العدد الثقيل قوي وثلاث فرق كويسين جدا، طبعا نيجيريا الكاميرون غانا يضافوا للستة اللي هم في المجموعة الأولى. بعد كده في مالي وبوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية. مالي فرقة منتخب مهمة جدا قوي. قوي، بوركينا فاسو نفس الشيء، كونغو الديمقراطية. المجموعة الرابعة والثالثة والرابعة هتبتدي مستويات الفرق تقل، لكن مش معنى تقل ان هي فرق ضعيفة. يعني مثلا في المجموعة الثالثة زي ما انت قلت، يعني اكتر فرقة انا يعني اتمنى ان هي ما تبقاش موجودة معانا اللي هي جنوب افريقيا. أكيد فرقة كورتها سريعة، فرقة تملك لعيبة جيدين سواء في فرقهم اللي في الدوري المحلي او بعض اللعيبة المحترفين بيقدموا مستويات جيدة على طول في كل البطولات اللي بيشاركوا فيها. أكيد فهي دي أصعب فرقة في المجموعة الثالثة من وجهة نظري، اللي هتعمل زي ما أنت تقول مجموعة الموت لو هي راحت مع أي منتخب من المنتخبات المجموعة الأولى، لأن المجموعة الأولى والثانية المنتخبين اللي هيبقوا موجودين فيهم كده كده هيبقوا جامدين. مرشحين للتأهل أكيد من دور المجموعات ده بنسبة تتخطى 90%. مظبوط. فجنوب افريقيا هتزود قوه المجموعه بالاضافه للي هم في المجموعه الاولى والثانيه، فدي اقوى فرقه انا من وجهه نظري. يليهم الراس الاخضر وزامبيا، صحيح برضو من الفرق القويه، برضو غينيا وغينيا الاستوائيه وموريتانيا الفرق قويه ولكن متوسطه، اقل شويه من جنوب افريقيا وزامبيا. اي اقل شويه من جنوب افريقيا وزامبيا. جنوب افريقيا برضو فرقه بطله واخده البطوله 96، زامبيا واخدها 2012، يعني عندهم باع شويه. حتى انديتهم بالذات جنوب افريقيا الانديه المحليه كمان زي سان داونز فيها مجموعه كبيره من اللعيبه اللي بيبقوا محترفين غير اللعيبه المحترفين في الخارج يعني. فانا اعتقد ان جنوب افريقيا وزامبيا هم اكتر 2 معاهم الراس الاخضر اللي هيزودوا قوة أي مجموعة هتبقى حد فيهم، لكن جنوب أفريقيا أولهم يعني. هو الشيء المجموعة اتفضل اتفضل كابتن أسامة لا اتفضل 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 كنت هتقول هو الشيء الشيء اللافت للنظر إن لأول مرة من فترة طويلة جدا وارد في القرعة ما تكونش فيه منتخبات عربية مع بعضها زي الدربيات. موريتانيا منتخب عربي أكيد، ولكن مش بنفس قوة الدربيات لو مصر مع تونس، الجزائر مع المغرب. يعني طبعا الميزة إن تونس ومصر والمغرب والجزائر موجودين في التصنيف الأول. ما هو الـ انا قلت لك الكره الافريقيه لما تقدمت يعني في السنوات العشره الاخيره والاحتراف كتير سواء خارجي او داخلي، حتى في كاس العالم انت في 9 فرق او 8 فرق من العيار الثقيل انت مش هتقابل اي حد فيهم. مظبوط بعد يعني التصفيات 9 فرق دي عمرها ما كانت بتحصل. يعني انا مثلا ايامي انا لما رحنا كاس العالم 90 كنا فرقتين من القاره كلها، كاميرون ومصر، واستمرت فتره طويله كده يعني لغايه لما زودوا فرقه من 98. لكن دلوقتي 9 فرق، فانت هتبعد عن المستوى. بتكلم الاول عن كاس العالم، هتبعد عن كل المستوى الاول القوي جدا، فهتبقى في فرص كبيره. دلوقتي في الامم الافريقيه برضو زودوا عدد الفرق، لان قبل كده كنا 8 فرق بس. يعني انا لعبت امم افريقيا وكنا مجموعتين بس، 4 فرق واربع فرق، بعد كده خلوهم 16، دلوقتي وصلنا ل 24. فكل ما بيزودوا الفرق بتبعد بالذات في المرحله الاولى
عن نسبة كبيرة من المنتخبات اللي كانت لو مثلا 8 ومجموعتين كنت هتلاقي الثلاث فرق اللي معاك قوية مثلا، يعني ممكن تلاقي معاك مغرب، جزائر، كاميرون مثلا، يعني لو هما 8 فرق بس او حتى 16 الى حد ما، لكن 24 وسعت الموضوع القاعدة شوية. القاعدة، فالفرق اللي هتقابلها القوية جدا يعني هتبقى اقل نسبيا احتماليه لو كانت المجموعات اقل. فانت لكن مش معنى كده ان الموضوع يبقى سهل، وممكن يبقى نسبيا سهل في الدور الاول، لانك انت هتاخد السته الاولانيين، السته اللي في المجموعه الثانيه، واحسن اربع توالي. مظبوط، عشان يبدا دور ال 16. انا بتكلم عشان نطلع دور ال 16. فالمنطقي والطبيعي ان مصر، المغرب، تونس، الجزائر، السنغال، نيجيريا، الكاميرون، غانا، مالي، كل دول سهل جدا لما يكون ثلاث فرق في المجموعه ان يوصلوا، والمنطقي والطبيعي ان هم يوصلوا يعني. أكيد. يعني ما اعتقدش ان هتحصل مفاجاه غير عاديه ان فرقه من الفرق الكبار دول في الدور الاولاني ما توصلش، ما اعتقدش. هتبقى صعبه شويه. صعب يعني فلكن زي ما انت قلت في مجموعات ممكن لو حظها سيء قرعتها تجيبها في فرق سهل تعمل مفاجآت، يعني زي ما انت قلت لو جنوب افريقيا راحت مع اي فرقتين من المستوى الاول والثاني ممكن تعمل مفاجأة، ممكن تشقلب ترتيب المجموعه، يعني هي ممكن الثلاثه يصعدوا ممكن، لكن هتشقلب ترتيب المجموعه. مظبوط، هتشقلب ترتيب المجموعه وهتعمل مشاكل. ليه بقى؟ في الادوار اللي جايه كمان. لان كمان بقى لو حظ المجموعه دي سيء يجي معاهم مثلا منتخب زي انجولا مثلا، فهتلاقي اربع منتخبات قويه. صحيح في فروق نسبيه، ولكن المفاجآت هتبقى وارده. يعني مثلا يعني لو لقيت ساحل العاج مثلا معاهم الكاميرون، معاهم جنوب افريقيا، معاهم انجولا مثلا، دي تبقى مثلا دي هتبقى مجموعه موت مثلا. يعني اللي هياخد جنوب افريقيا من المجموعه الثالثه وانجولا من المجموعه الرابعه، اعتقد دول هتبقى اقوى مجموعه. لا، والاصعب كمان بقى ان المجموعه دي مثلا هو ياكل مثلا دي المجموعه مثلا الثانيه، الثالث في المجموعه دي مثلا ممكن يواجه المجموعه الرابعه اللي ممكن تكون مجموعه منتخبنا الوطني، فممكن تبقى انت منتخب مصر متصدر بس تلعب الثالث المجموعه دي اللي هو يطلع مثلا ايا كان، يطلع كوت ديفوار، نيجيريا، جنوب افريقيا، فتلاقي نفسك خارج من دور المجموعات بشكل كويس بس عندك اصطدام مبكر بفريق قوي في دور ال 16. ما هو دي بقى النقطه، انت في المرحله الاولى قلت لك الى حد كبير سهل على المنتخبات اللي في المستوى الاول والثاني انها توصل، لانك انت بتاخد اربع فرق توالي، يعني 8 فرق بس اللي هيستبعدوا في الدور الاولاني. اكيد. فهتبقى سهل للفرق الكبيره. أكيد. ولكن زي ما انت قلت من دور ال 16 اللي هو خروج مغلوب، ترتيب المجموعه زي ما انت شرحت دلوقتي ممكن يواجهك على طول في مباراه مثلا كانها نهائيه مثلا. زي ما لعبنا كوت ديفوار في البطوله اللي فاتت كان دور ال 16. مظبوط. فهو من دور ال 16 هتبدا البطوله تصعب جدا زي ما انت قلت، خاصه لو ترتيب المجموعات حصل فيه شقلبه، لو في بعض الفرق اللي متوقع مثلا تبقى اول تطلع ثالث او ثاني تطلع ثالث، هيحصل بقى فيه هتلاقي مواجهات ناريه ممكن. أكيد. من الدور ال 16 كل ده هيبان في القرعه، كل ده هيبان في القرعه بكره باذن طبعا الله. طبعا يبان في القرعه. فاحنا طبعا بالنسبه لنا كمصري يعني تتمنى مين يا كابتن اسامه؟ اتمنى مثلا اول حاجه في المجموعه الثانيه مثلا نبعد عن نيجيريا، الكاميرون، غانا. ماشي. مش فارقه معايا بقى بناخد مالي رغم ان هي قويه جدا، انا هسجل وراك، ولكن الكاميرون وغانا ونيجيريا فرق شرسه وفرق بطولات. مظبوط. يعني مالي تملي بيلعبوا كره حلوه بس ما بتحسش ان هم فرق بطولات، او بيلعب كره حلوه لكن مش يعني قصه المكسب البطوله بالظبط، يعني غير كاميرون، غير نيجيريا، غير غانا. فطبعا لو مصر خدت بادز عن الثلاثه اللي في المستوى دوت دي تعتبر نقطه كويسه يعني معانا مين؟ طيب معانا مين؟ اختار لي كده المنتخبات اللي ممكن تكون مع مجموعه مصر، توقعات وليست امنيات.
انت امنيات، لكن توقعات اصلي دي قرعه مفتوحه، ممكن يجي معاك اي حد. بس انا بقول لك انا عن نفسي مثلا ممكن اتمنى تبقى مصر الكونغو من المجموعه التصنيف الثاني، الكونغو الديمقراطيه المستوى الثاني مثلا، تيجي في المستوى الثالث. المهم ابعد عن جنوب افريقيا والراس الاخضر وزامبيا، يعني لو جالي غينيا او غينيا الاستوائيه او موريتانيا هتبقى برضو اخف. اكيد. طب اختار منتخب واحد منهم. مثلا غينيا الاستوائيه. غينيا الاستوائيه، تمام. يعني ده انا اللي بتمناه، مش بتوقع، انا بتمناه. انت هتعمل قرعه توصلنا فاينل دايما يا كابتن اسامه. هتيجي بقى في المجموعه التصنيف الرابع. الرابع اصعب فرقه فيهم انجولا. صحيح. يعني هي دي اللي ايه، اتمنى ان هي تبقى بعيد عنك، لو بعيد عننا، لو الثلاث فرق التانيين. طيب اي فرقه بقى من الباقيين مش مشكله، يعني غينيا بيساو، ناميبيا، موزمبيق، جامبيا. نختار ناميبيا. طيب تنزانيا برضو معقوله. ماشي، نختار جامبيا. ماشي، او جامبيا، تمام. يعني جامبيا، تنزانيا برضو فرقه معقوله، لكن يعني يا سلام لو نبعد عن انجولا او تنزانيا. صح. والى حد ما تنزانيا، لكن انجولا طبعا اكيد. لكن بقيه الاربع فرق التانيين عادي جدا، سواء بقول لك غينيا بيساو او ناميبيا او جامبيا او موزمبيق. يعني انا سجلت وهنشوف القرعه بكره، ويوم السبت لو طلعت القرعه هي هتبقى معانا في مداخله كده، ونتكلم على توقعاتك المرئيه اللي طلعت بنسبه 100% يا كابتن اسامه. ده لو طلعت تمنيات، لكن توقعات الله اعلم بقى. شكرا ليك كابتن اسامه، بشكرك جدا، وكان تحليل مهم جدا على قرعه كاس الامم الافريقيه والمنتخبات اللي ممكن تقع مع مصر في القرعه اللي هتتعمل بكره الساعه 10 في ابيجان باذن الله، هتكون الساعه 10 بتوقيت القاهره. قبل ما اطلع لفاصل، يمكن خبر مهم جدا نشر منذ قليل على الحساب الرسمي للنادي الاهلي وعلى الموقع الرسمي، وفد شركه كره القدم في الامارات للاتفاق على الزي الخاص بموسم 2024 2025. بنتكلم على الموسم اللي جاي، فبنبدا نحضر من دلوقتي. وفد من شركه الاهلي توجه اليوم الاربعاء الى الامارات، يضم كل من خالد عبد القادر عضو مجلس اداره الشركه، وامير توفيق مدير التعاقدات بالنادي والقائم باعمال المدير التنفيذي، وينضم لهما الكابتن خالد بيبو مدير الكره والمتواجد حاليا في السعوديه. الوفد هيعقد عده جلسات مع مسؤولي شركه اديداس للاتفاق على كافه الامور المتعلقه بالزي الخاص بالفريق وقطاع الناشئين عن الموسم المقبل 2024 2025، كما يبحث الوفد مع الشركه سبل تدعيم الشراكه وتحقيق مكاسب للطرفين على كافه الاصعده. امبارح الكابتن خالد بيبو كنا عارفين طبعا هو موجود في السعوديه عشان موضوع الملاعب والتدريب وملاعب التدريب وفندق الاقامه، وتفقد كل التفاصيل دي مع الكابتن سمير عدلي المدير الاداري. والاهلي بالتاكيد كلنا عارفين انه هيشارك في كاس العالم للانديه بصفته بطلا لافريقيا. تلك الامور ماشيه في الاهلي بشكل جيد جدا، التحضير مش للموسم ده كمان، لا ده كمان بنشتغل على الموسم اللي جاي عشان يكون فيه وقت كافي لتحضير الزي والزي الخاص بالاهلي في الفترة اللي جاية. دي كانت أبرز الأخبار والمعلومات اللي معانا النهاردة في برنامج الترند. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نشوف آخر أخبار الترند. طيب تفاصيل النهاردة معانا في السوشيال ميديا بخصوص آخر أخبار الأهلي، الاستعداد للقاء سيمبا منتخبنا الوطني، كل ده هنشوفه من خلال آخر أخبار الترند. كبيرة جدا. اهلا بحضراتكم من جديد، واخر اخبار الترند، والبدايه هتكون
من ترند الاهلي. البدايه معاه في ترند الاهلي، حساب كوره بلس بيقولوا ان خالد بيبو مدير الكره في النادي الاهلي يناقش مع مارسيل كولر رفع مكافئات اللاعبين في الدوري الافريقي لتحفيزهم على حصد اللقب. دي تصريحات من مصدر في النادي الاهلي لكوره بلس، ان الاهلي يدرس وضع لائحه تحفيزيه للاعبيه في الدوري الافريقي اللي هو معروف مسبقا يعني باسم السوبر ليج. كلنا عارفين ان هذه البطوله ليست لها علاقه بدوري ابطال افريقيا، دوري ابطال افريقيا والمسابقات القاريه لها لائحه في الفريق الاول، ولكن هذه بطوله مستحدثه وبالتالي هناك جوائز خاصه. جائزه البطل 4 مليون دولار، الوصيف هيحصل على 3 مليون دولار، الفريق المتاهل في مرحله الدور نصف النهائي ولم يسعفه الحظ في التاهل للنهائي هياخد 1,700,000 دولار، ومجرد المشاركه في اللقاء الاول 1,000,000 دولار. وبالتالي في ارقام ممكن تكون لائحه تحفيزيه للاعبين للفوز بهذه البطوله سواء في المشاركه الاولى حتى الوصول الى المباراه النهائيه، ولكنها لائحه ما لهاش علاقه خالص بدوري ابطال افريقيا او الفوز بالدوري العام. اكيد حدث بيليق بهذه البطوله فهيكون في لائحه تحفيزيه كمكافئات للفريق سواء لاعبين او حتى جهاز فني. طيب حساب المصري الرياضي وبيتكلموا على موقف مصابي الاهلي من رحله تنزانيا لمواجهه سيمبا في دوري السوبر الافريقي. طبعا مؤكد لغايه دلوقتي ان في اربعه صعب جدا يلحقوا ماتش سيمبا التنزاني. هنا هم بيقولوا ان عمرو السوليه ومحمود متولي وكريم نيدفيد واكرم توفيق، يعني هم هنا دخلوا اكرم توفيق، مصر الرياضي دخلت اكرم توفيق في فكره ان اكرم مش هيلحق ماتش سيمبا. في المقابل لما تنزل تحت في اخر الخبر تقول ان كريم فؤاد مع صلاح محسن وامام عاشور ممكن يلحقوا ماتش سيمبا. صلاح وامام ممكن، وارد جدا، ولكن كريم فؤاد مش عارف اصابه العضله الضمه هل تخليه يلحق ماتش سيمبا ولا لا. في المقابل اكرم اصلا حاليا الحمد لله سليم، ما بيعانيش من اي اصابه، لكن المصري الرياضي قال ان اكرم قد يغيب واصابه كريم فؤاد مش هتمنعه من اللحاق بمباراه سيمبا. عموما هنشوف الايام اللي جايه، ولكن مؤكد ان عمرو السوليه وكريم نيدفيد صعب جدا يلحقوا مباراه سيمبا التنزاني، واقرب لعيبه ممكن تجهز في التدريبات قبل مواجهه سيمبا بس مجرد المشاركه ده قرار جهاز فني محمود متولي وكريم نيدفيد. طيب نروح لحساب الاهلي دوت كوم، موقع جماهيري الاهلي، بيقولوا ان سيمبا التنزاني يعلن اسعار تذاكر مباراه الاهلي. النهارده الحساب الرسمي لسيمبا التنزاني نشروا صوره من التذكره او اسعار تذاكر مباراتهم مع الاهلي في افتتاحيه السوبر ليج. بصوا يا جماعه التذاكر عشان الناس ممكن تتفاجئ بالارقام لان العمله التنزانيه ضعيفه شويه. الدرجه الثالثه 7000 شيلين تنزاني، 7000 شيلين تنزاني دي ما يعادل 86 جنيه مصري، يعني ما يعادل 86 جنيه مصري. الدرجه الثانيه 10000 شيلين يعني 123 جنيه مصري. الدرجه الاولى 30000 شيلين وده بيعادل 370 جنيه مصري. الفي اي بي حوالي 200000 شيلين اللي هو 2500 جنيه مصري. دي اسعار التذاكر درجه ثالثه، الثانيه الاولى، ثم الفي اي بي اللي هي درجه المقصوره الاماميه. المقصوره الرئيسيه بالكامل مش هيكون فيها دعوات، المقصوره الرئيسيه بالكامل هتكون لوفد الاتحاد الافريقي ووفد الاتحاد الدولي فيفا، لان البطوله هتكون تحت اشراف الفيفا والكاف. ولما نستعرض تفاصيل السوبر ليج الاسبوع اللي جاي في حلقه هتبقى ليها علاقه بالبطوله بس، هنوريكم كمان لما الفرقتين ينزلوا في بدايه المباراه هتلاقي شعار الفيفا وهتلاقي شعار الكاف. كل التفاصيل خاصة بالبطولة هتكون معاكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي في تغطية خاصة لبطولة السوبر ليج اللي هتنطلق يوم 20 أكتوبر. طب الوطن سبورت النهاردة قال خبر على إن كولر في الفترة اللي جاية هيجهز مصطفى شوبير لبعض المباريات ويدفع بيه في بعض اللقاءات. والمصدر قال للوطن سبورت يعني إن مصطفى قدم مباراة جيدة في نهاية دوري الأبطال وبات هو الحارس الثاني في حسابات الجهاز الفني. كولر قد يمنحه فرصة في أقرب وقت، وكولر دايما بيشيد بيه وبمستوى حراس الفريق. المصدر قال حاجه تانية جديده، قد يشارك مصطفى شوبير في الدوري الافريقي حال حسم الاهلي مباراه الذهاب في اي دور من ادوار البطوله. طب الخبر ده خلينا فاكرينه كويس، لان الخبر على عهده الوطن بيقولوا ان الاهلي لو حسم تاهله من لقاء الافتتاح في تنزانيا ماتش العوده هيحرسه مصطفى شوبير. طب لو رحنا للسيمي فاينال، لو الاهلي حسم تاهله من جنوب افريقيا او من انجولا ماتش العوده هيكون مصطفى شوبير. ده الكلام ده على عهده الوطن. معلوماتي ان الاهلي بيتعامل في ملف حراس المرمى لان عندك الشناوي الحارس الاساسي
ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف كلهم بيبقوا تحت رؤية الجهاز الفني عشان في أقرب وقت اللي جاهز يبدأ يخش ويكون مع محمد الشناوي. على فكرة قائمة الأهلي في الدوري الإفريقي اتبعتت امبارح وفيها ثلاث حراس مرمى: الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء. دول أبرز ثلاث حراس هيكونوا موجودين في الدوري الإفريقي، لأن القائمة المختصرة فيها 30 لاعب من ضمنها ثلاث حراس مرمى. ولكن الخبر ده مهم جدا لما نشوف هيتحقق الفترة الجاية ولا لا، في ظل ان كولر على عهدة الوطن ان ممكن يدفع بالحراس اللي هم صف تاني وتالت بعد الشناوي عشان يكون فيه روتيشن في هذا المركز في ظل موسم طويل جدا. لكن هل ده هيتحقق؟ هنستنى ونشوف، الايام اللي جاية مش بعيدة وهنشوف الخبر ده مدى صحته. طيب كرة بلس النهاردة نقل تصريحات لبيير لتبرسكي نجم المنتخب الالماني، وكان الحائز مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 90 على بطولة كأس العالم. وبيير ليتبرسكي ده على فكرة ابن مدينة كولين وابن منتخب أو نادي كولين، درب أندية ألمانية كتير أبرزهم مثلا فولفسبورغ، ولكن من الأساطير اللي خدوا مع ألمانيا بطولات أوروبا في الثمانينات وأحرز مع منتخب ألمانيا كأس العالم سنة 90، وهو اللي عمل الأسيست بتاع هدف المباراة النهائية على منتخب الأرجنتين. المهم ليه تصريحات بيتكلم فيها على أنتوني موديست، بما أن موديست لعب في الدوري الألماني فبير بيتكلم على أنتوني موديست وقال عليه أن موديست سينجح مع الأهلي، وموديست عنده مساحة من الوقت أن يظهر قدراته وإمكانياته مع الأهلي. وبير بيقول أن موديست بإمكانياته اللي ظهرت في الدوري الألماني ممكن يحقق ضعف ده في الدوري المصري وفي البطولات الإفريقية. عموما ده تصريح لأحد أبرز النجوم في الكرة الألمانية واللي اشتغل في الدوريات الألمانية في الفترة الأخيرة. طيب الوطن سبورت بقى تصريح عكس أو خبر عكس تصريح نجم ألمانيا، بيقولوا أن كشف، يعني الوطن بيكشف مصير موديست بالأهلي بعد أنباء الإطاحة به. الوطن سبورت بيقولوا أن حقيقة تفكير مارسيل كولر في الإطاحة بالفرنسي أنتوني موديست غير واردة. قالوا أن كولر مقتنع بإمكانيات موديست، يثق في قدراته، لا يفكر في الاستغناء عنه. المصدر في الوطن بيقول ان كولر يرى ان موديست يحتاج لبعض الوقت من اجل التأقلم. بصوا يا جماعه، الاخبار اللي زي دي عارفين انتوا ايه، يعني ما فيش حد قال اصلا ان كولر بيفكر بالاطاحه فيه، بس احنا هننفي ان كولر بيفكر في الاطاحه فيه. فهمتوا الفكره؟ يعني هي دي الفكره، يعني اولا اللي طلب موديست هو كولر، وكلنا شايفين الفتره الاخيره كولر حاطط موديست دايما خيار اول ليه، ودايما بيزود له في معدلات اللياقة البدنية في البرنامج البدني عشان يبدأ يدخل بشكل قوي مع الفريق، وبيدفع بيه في المباريات عشان يقرب من العناصر الأساسية في معدل اللياقة البدنية ويجهز بشكل كويس. فجأة لا، أصل كولر بيفكر في الإطاحة فيه. طب هل الكلام ده صح؟ لا، هو كولر اللي جابه ومقتنع بيه، فأنتوا مش عارفين أصلا أساس الموضوع، بس احنا بننفي الخبر وخلاص. آخر حاجة معايا في ترند الأهلي اليوم السابع، كريم فؤاد يعود لتدريبات الأهلي أول نوفمبر، وده اللي كنت بقوله من شوية تعليقا على المصري الرياضي، إن قالوا أكرم توفيق مش موجود في ماتش سيمبا وكريم هو اللي بيقترب من مواجهة الأهلي موسيمبا. طبعا كان صعب جدا لأن كريم عنده إصابة الضمة، والنهاردة اليوم السابع بيقول لسه مش هيرجع إلا قبل أول نوفمبر. طيب نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، توقعاتكم لمجموعة مصر في كأس الأمم، ومين المجموعة اللي ممكن تكون مع مصر في هذه البطولة. سامح بيقول أتمناها مجموعة متوازنة والمباريات تكون متدرجة المستوى وتخدمنا على مستوى النتائج في تصدر المجموعة حتى نتجنب الصدام المبكر في دور الستاشر مع فرق المستوى الأول. أتوقع مصر، مالي، زامبيا، موزمبيق. ده تعليق أستاذ سامح. طيب نروح لناصر بيقول أتوقع مصر مع الكونغو، زامبيا، أنجولا، وإن شاء الله اللقب الثامن. نجري شوية في التعليقات. استاذ عبد الله بيقول اتوقع ان شاء الله يعني مصر مع الكاميرون، مع جنوب افريقيا، مع غينيا بيساو، وبيقول الاستعداد والاعداد هو الافضل لمنتخبنا. محمد بيقول مصر مع غانا، جنوب افريقيا، غينيا بيساو. اخر تعليق معايا جمال بيقول مصر مع الكاميرون، مع جنوب افريقيا، مع غينيا بيساو. مش عارف ليه التوقعات ايديها تقيله شويه، يعني الناس كلها عايزه تودينا لمجموعه الموت سواء مع الكاميرون، نيجيريا، او حتى مع جنوب افريقيا. في النهايه نتمنى التوفيق يا رب لمنتخبنا بكره في مباراه وديه مع زامبيا في القرعه اللي هتتعمل بكره الساعه 10 بتوقيت القاهره في الكوت ديفوار، وتبقى مجموعه متوازنه نستعد من خلالها بشكل كويس للادوار النهائيه. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، والى اللقاء في اولى حلقاتنا الاسبوع القادم باذن الله يوم السبت. شكرا والى اللقاء.